كابتن. لا تعالى لي هنا يا كابتن، انت بتقول لي كده يعني ايه التغير ده؟ انت دلوقتي النهارده عندك ورشه وراجل كسيب بيشتغل كويس ومن امهر النجارين يعني، بالظبط. مش ان انا مش نجار بشغال وبتاع، عندنا صور هنجيبها، تلاقوش هنجيب الصور دي. بس إيه، انا قصدي اقول ان انت يعني شغال الشغلانه دي وفجاه هتبتدي من الصفر، من الصفر في حاجه ثانيه وفي بلد ثانيه. موضوع اقناع بس ولا صدقت ان تقدر؟ هو الاول هو وراني طبعا، فتح ايه اللابتوب. ايه يا كابتن معلش يا جماعه، ردونا الصوره هنا معلش لو ينفع. موجوده. لا انا هوريها لك يا ساده المشاهدين، احنا كل احنا بص احنا مراقبينك. يعني خلي بالك، فهنجيب صوره طبعا انت زي ما انتم شايفينها هي تتعرض معانا. هي يا كابتن خلينا هنا الاول، هي الصوره اهي. انت يا كابتن اللي في الوش ده، انا اللي في الوش طبعا. الشاشه يا كابتن، مفيش شعر طبعا دلوقتي. مفيش. وجسمك مش جسم لعيب بس واضح ان انت قوي الجسمان يعني شويه كويس. سيمتري من عند ربنا كان حلو سبحان يعني. الله. ودي في ورشتك وكنت شغال؟ ودي في الورشه بتاعتي. وطبعا عايز اترحم على دي. تفتكر سنه كام دي يا كابتن؟ دي كانت ممكن 2014 2015 2014. مش بعيد يا كابتن. لا يعني التحول ده مش في عدد سنين قليل. الله اكبر. دي كانت 2014. فطبعا طيب. اول عايز اترحم على الولد ده، كنت بعلمه نجاره علي، فالله يرحمه. الله يرحمه. فده كان اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا ده كان صغير عني طبعا، بعلمه النجاره وكده. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. طيب اقنعك صديقك ان انا فطبعا انا ما اعرفش في الوقت ده حاجه عن الانترنت والسوشيال ميديا، وما اعرفش اي حاجه عن كده. انا راجل مركز في شغلي وراح اشتغل 16 ساعه 15 ساعه في اليوم بس. ليك اخوات؟ طبعا عندي خمسه اخواتي كانوا شغالين، عندي سته صبيان وعندي بنت. لا لا لا، كل اخواتي كانوا شغالين بره. مفيش حد في صنايعي غيري يعني، ما شاء الله. هم متعلمين افضل مني كمان. مفيش حد يعني ايه صنايعي او في النجاره غيري يعني. ف في الوقت ده محدش طبعا، لما تروح تقول لاهلك انا هسيب شغلي صعبه، انت مجنون يعني، كل هيقول لك انت مجنون يعني. طب الحاج والدك، لان انت مرتبط بيه، هو ده بقى قال لك ايه؟ هي دي، هو ده النقطة بقى. هو الوحيد اللي قال لك أنا معاك. ربنا يخليه لك يا رب، ربنا يديله الصحة. قال لك إيه بالظبط؟ فاكر بابا أنا حاجة حاج بالحاج أنا جاي، أنا قررت أغير. طبعا في الأول كله قال لك رفض إزاي، شغله رياضة كمال أجسام مفهوم عنها كمان يا أستاذ هيثم، إنها مش رياضة، مش بتدخل فلوس. وصعبة جدا، تصرف عليها في الأول كتير، ومكلفة جدا جدا جدا، ومتعبة كمان. وهي رياضة غير كل الرياضات، لأن هي 24 ساعة أنت عايش في قلب الرياضة دي. نعم. يعني 24 ساعة أنت عايش في روتين. نعم. فكل قال لك استحالة الموضوع ده، أنت إزاي وفي أبطال قبلك ومحدش وصل. بس أنا كنت شايف نفسي إن ممكن، ليه ما أكونش البطل الفلاني؟ ليه أفضل ليه أفضل النجار الفلاني؟ والحاج صدقك. والحاج قال لي أنا معاك لو هبيع. قال لك كده بالظبط. لو هبيع جلابيتي. ربنا يخليه لك يا رب، هو ده الأب. يعني انا بفتكر اللحظه دي، هو ده الاب يعني. انت اللحظه دي صعبه عليك. طب يا جماعه ردوا لنا صوره الحاج يعني كده، يعني شعبان بيتكلم عن الحاج. بتحبه انت شعبان؟ جدا. ربنا يخليه لك يا رب. طيب انت قلت له ان انا عايز اسافر يا بابا، قال لي انا معاك حتى لو بيع جلابيتي. الكلمه بصراحه انا نفسي يعني وجعتني. لا يعني وجعتني. هو صدق، صدقك وهو كان بيثق فيك. والدك ربنا يديله الصحة، ربنا يحفظه، ربنا يديله الصحة يا رب. يعني انت شكله على فكرة يعني جيب شكل منه جدا. دي قريبة الصورة دي؟ دي 2019 تقريبا. ربنا يديله الصحة يا رب، ربنا يديله الصحة ويبقى فخور بيك. طيب